كنت نايم فجأة الناس على الباب بدقوا على الباب، طلعت يعني بقى يخبطوا خبط جامد، بدي أشوف يعني مين بخبط خبط جامد، ما فتحت الباب لا بقول لأبوك استشهد واحد من الجيران، بقول له إيش بتحكي كيف أبوي استشهد؟ لا بقول لأبوك استشهد. شغلت المستقل تاعه وبدي أروح يعني أشوف الخبر صحيح، ما سمعتش ولا الراديو ولا شيء. فوصلت دوارة بالجيدان لقيت السيارة الجيب اللي دائما أبوي يعني بكون فيه، هو اللي بسوقه هو اللي بتحرك فيه، لقيته مقصوف يعني وبالمرة وضعه. فمن حينها يعني عرفت إنه هو أبوي، يعني كيف وصلت المستشفى وهذا ما دريتش بعدها عن حالي، وجابوه بعدها على البيت ولحقوني بسيارة للبيت، فما خلوناش يعني نشوفه لأنه وضعه كان صعب مقطع وإشي زي هيك، ما كانش فيه يعني إشي كويس إن نشوفه. إحنا يعني أبوي استشهد في الحرب وسابنا، إحنا 8 في البيت، 5 بنات وثلاث أولاد، والوالدة طبعا إحنا لحتى الآن يعني مصدومين بالخبر هذا، والوالدة طبعا مصدومة بالخبر هذا، وأنا هالحين بدرس في كلية المجتمع بقرا كهرب، وإن شاء الله يعني بصير زي الوالد وراقب مو صعب، يعني هو كل حاجة يعني بقى عندنا، كنا نعتمد عليه في كل حاجة. يعني لحتى الآن الخبر يعني مش إحنا مش مصدقينه في نفس البيت، يعني لأنه يعني عمرنا في حياتنا ما توقعنا إنه يصير هيك خبر علينا. والحاج يعني محمد الله يرحمه كان يمكن بعتقدش في حدا بيكرهه في الدنيا، حتى أخوتي يعني أنا بختار من بين أخوتي، أخوتي نفس الشيء بيختاروا من بيننا، حتى الوالدة كانت تتعامل معاه شيء ومع السبعة الآخرين شيء تاني، حتى كنا دائما نقول للوالدة أنت ليش دائما صفك مع صف محمد، كل شيء مع محمد، كل شيء لمحمد، لغاية ما توفى اكتشفنا أنه محمد كان فترة من فترات وهو صغير عمره 4 سنوات مريض، وكان فيش علاج في السنة تقريبا، هذا الكلام في السبعينات، وعانى لفترة 4 سنوات، وبعد هيك ظلت أمي متعلقة فيه ولليوم لغاية ما استشهد. قبل استشهاده بأسبوع كمان صاوب في إيده الشمال، وصاوب معاه زميله طاهر الكحلود، رغم ذلك كان مستمر، بقى يقولوا للناس يعني انت مش شركتك يا رجال اقعد ارتاح، انت لك 50 يوم ما قعدتش الا يوم واحد، وفي اليوم اللي قعدوا الموظفين اجوا له على الدار ومش عارفين يسووا شيء، رغم ذلك استمر معهم عن طريق التلفون. في اليوم 51 استشهد. محمد ضهر كان موظف في شركة الكهرباء، كان مخلص وكان يؤدي عمله بالكامل. في أثناء الحرب 53 يوم دوامهن في مقر الشمال، كان يعمل تنسيق أحمال بين الموظفين، وكان يعمل له صيانة للشبكات المقطعة من أثر القصف. خرج من المقر وتوجه إلى إشارة في شقة دتوام، تم استهدافه تقريبا بمشروع بيت لاهيا، كان مع الزميل تامر حمد، واستهدفته طائرات الاحتلال، وكان يركب سيارة الشركة، وسيارة الشركة تقريبا كان عليها مميزات إشارة ضوئية ونادها ونانة ولزقة للطائرة فوق سقف السيارة، ورأي لأن هذه السيارة لشركة الكهرباء تتبع لشركة الكهرباء. أول شيء هم شباب لا ينتموا لأي تنظيم، كانوا هم شغلهم خاص ومؤسسة خدماتية، لا يتبعون لتنظيمات، لا يتبعون لأي جهة، كانوا فقط يعملوا يقدمون خدمات للمواطنين. إحنا في شركة توزيع الكهرباء بنقوم بأعمال الصيانة في أوقات السلم وأوقات الحرب. أوقات الحرب تعرضنا لعدة استهدافات مباشرة وغير مباشرة نظرا لطبيعة عملنا الميداني بالشوارع، زالت الأخطار الكهرباء نتيجة القصف الإسرائيلي، تقطع الأسلاك، مطالب الجهات المحلية والجهات العالمية إنها توفر الحماية لطواقم الكهرباء بالذات أثناء عملهم، لأنه إحنا طابعنا طابع إنساني.